هاني الناظر، اولا مساء الخير على حضرتك. اهلا يا احمد، مساء الخير يا فندم. خلينا النهارده في اخبار تتعلق ب انه في امراض جلديه، في طفح جلد، هل كورونا بتسبب ده؟ هل في حاجات ظهرت بهذا المعنى ولا يعني مجرد بعض يعني الاخبار اللي مش صحيح؟ ايه اين الحقيقه؟ الحقيقه هو في مجموعه من الملاحظات لاحظوها بعض الاطباء في ايطاليا وفرنسا وفي عدد دول من اخرى، لقوا ان عدد من المرضى ظهر عندهم اعراض جلديه. عباره عن ايه؟ انت عارف سيادتك، احنا عندنا في الشتاء ساعات مع البرد الشديد بيحصل ساعات حاجه اسمها عضه البرد. تبص تلاقي صوابع الرجلين، اطراف صوابع الرجلين والايدين تبقى محمره وملتهبه. فلاحظوا ان بعض المرضى عندهم الحاجات دي. مرضى اخرين لقوا عندهم طفح جلدي زي البقع الحمراء في الجسم مختلفه، هيئه نقط او مساحات كده. الحقيقه انا ما اقدرش اقول ان دي اعراض كورونا. ليه؟ لان دي ملاحظات لعدد قليل جدا. احنا عندنا اجمالي الاصابات اكثر من 4 مليون العالم دلوقتي، 4 مليون وشويه، 200,000. فدي حالات نادره. ممكن يكون تفسيرها مش عرض المرض، انما ممكن يكون مثلا عرض جانبي لادويه خدوها. احيانا بعض الادويه تلاحظ كده في نشرتها يقول لك دي بتعمل طفح جلدي. فاحيانا بيحصل حاجه اسمها التفاعل الدوائي، يعني نتيجه انه بياخد اكتر من دواء مع بعض يحصل بينهم دراج انتر اكشن او التفاعل الدوائي يعمل طفح جلدي. وهذا الاقرب. انما النهارده لان اعراض كورونا المسجله علميا معروفه، درجه الحراره مرتفعه، الكحه، الصداع، لكن ليس من بينها اطلاقا اي اعراض جلديه. لانه النهارده دكتور هاني بيتكلموا على، قال لك هتلاقي طفحه، هتلاقي يعني هرش كتير في الايدين، مش عارف الوش، في بعض اماكن في الرجلين. فحضرتك بتقول ده ربما تكون نتيجه الادويه مش اعراض كورونا. بالظبط. وبعدين انت عارف بقى احنا بنحب نبدع، تبص تلاقي ناس خدت الكلام ده وقال لك لا ده في كلام منه. طبعا ده غلط. ليه؟ لان ممكن النهارده تبص لاي حد عنده شويه حساسيه ولا حاجه يقول لك بس ده انا عندي بقى كورونا لا قدر الله، ونبدا نبث الرعب عند الناس بدون اي داعي. فانا بس بطمن الناس كويس ان ما فيش من ضمن اعراض مرض كورونا حتى هذه اللحظه علميا اعراض جلديه. ما ظهرش عندنا الحكايه دي في مصر. لا ما فيش ما قالش حاجه زي كده. كانت قالت على وزاره الصحه، اعلنت على طول طول النهار وزاره الصحه بتنزل حقيقه ارشادات وبتنزل اعراض المرض. نعم. فلم تذكر فيها ولا اي جهه علميه في اي حته في العالم. وانما هي مشاهدات لبعض الاطباء ولا يمكن تفسيرها انها اعراض مؤسستك، ولكنها قد تكون انا كطبيب امراض جلديه بشتغل في مجال البحث العلمي. نعم. افسرها بانها غالبا اعراض لبعض الادويه. طيب، فاذا بنطمن الناس انه دي ربما من خلال حضرتك مره ثانيه بنطمن الناس. بالظبط، انها قد تكون نتيجه اثار جانبيه للادويه، لكن ما اقدرش اقول ان هناك اعراض جلديه لمرض كورونا. بحييك وبشكرك مره ثانيه دكتور هاني الناظر. كنا عايزين ناخد الخلاصه من الدكتور هاني الناظر، زي ما بقول لكم.